لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، بعد ساعات من اختطافهم العثور على جثث 5 من رعاة الأغنام شرقية تكريت. في صحيفة المدى، القوى السياسية لا ترغب بانسحاب القوات الأمريكية لكنها متخوفة من اتخاذ موقف صريح. كتابات: لماذا وصف ترامب وفدا عراقيا برئاسة العباد زاره في واشنطن بأنهم أبرعوا لصوص؟ في الجزيرة نت، الأمم المتحدة: الغارات في الغوطة وإدلب جرائم حرب. في صحيفة العربي الجديد، واشنطن بعد الغارات الإسرائيلية: ندعم دفاع إسرائيل عن نفسها. في صحيفة القدس العربي، إيران: التقارير عن ضلوعنا في هجوم على مقاتلة إسرائيلية سخيفة جدا. وفي صحيفة الحياة، إسقاط F-16 إسرائيلية يدشن تغيير قواعد الاشتباك في سوريا. السلام عليكم. دعت هيئة علماء المسلمين أبناء العراق الأصلاء إلى عدم الالتفات للوعود الفارغة التي يحاول المكتسبون في ميدان السياسة تصديرها لهم من أجل جني مكاسب فئوية وحزبية لن تسهم في تغيير الواقع المرير الذي تقاسيه مناطق عديدة من البلاد تحت وطأة الممارسات الطائفية الممنهجة. وأوضح قسم الثقافة والإعلام في تصريح نشره على موقع الهيئة نت أن السلطات الحكومية فرضت على مناطق قضاء الطارمية في حزام بغداد الشمالي حظرا شاملا على التجوال منذ 5 أيام، رافقته إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف لقواتها التي منعت مرور المركبات وحركة المواطنين وأغلقت المداخل والمخارج لتنفذ حملات دهم وتفتيش واسعة النطاق بحجة القيام بعملية أمنية والبحث عمن تصفهم بالمطلوبين والمشتبه بهم. وأكد القسم أن هذا الحصار وما صاحبه من ممارسات ذات توجه طائفي صريح أثر على حياة الناس ومصادر كسبهم ووظائفهم، وأعاق حصول المرضى على العلاج ومراجعة المشافي، فضلاً عن كبت حرياتهم ومصادرة حقوقهم الحياتية والإنسانية المنصوص عليها شرعاً وقانوناً. ولفتت هيئة علماء المسلمين الانتباه إلى أن هذه ليست المرة الأولى على مدى الأشهر القليلة الماضية التي تتعرض له مناطق الحزام الشمالي للعاصمة بغداد لهذا النوع من الممارسات المقصودة والممنهجة، مبينة أن القوات الحكومية ومعها ميليشيات الحشد الشعبي سبق أن فرضت حصارات متلاحقة تحت حجج وذرائع واهية لا وجود لأسبابها على أرض الواقع تتصدرها فرية محاربة الإرهاب التي توجه طائفياً بشكل صريح ومعلن. ووصفت الهيئة ما ترتكبه الأجهزة الحكومية والميليشيات من جرائم متعمدة تجاهها لأحزمة بغداد بجميع اتجاهاتها بأنها ذات أهداف لا تخفى على أحد، وفي مقدمتها صياغة الشكل السكاني لتلك المناطق على الوجه الذي تبتغيه إيران في إطار مشروعها التوسعي المدعوم غربيا، وإجبار أبناء العشائر الأصيلة التي سكنت وتملكت هذه المناطق على مدى قرون متلاحقة على الرحيل منها، وتنفيذ سياسة التوطين الطائفي الذي يراد منه تشويه تاريخ الشعب العراقي والعبث بحاضره وإطفاء المجهولية على مستقبله. لولا الغزو الأمريكي للعراق ولولا قرار الإدارتين الجمهورية والديمقراطية الأمريكية أن تغضا نظرهما عن تدفق ميليشيات النظام الإيراني ومخابراته واستكمال هيمنته على الدولة العراقية بغطاء وكلائه العراقيين لما تمكن من القفز من بغداد إلى دمشق ومنها إلى صنعاء
وينافق رئيس الوزراء حيدر العبادي ويزور حين يدعي بأن نسبة تدخل إيران في صناعة القرارات العراقية يساوي صفرا. هذا ما كتبه إبراهيم الزبيدي ضمن مقال له في صحيفة العرب اللندنية. وسواء بقيت القوات الأمريكية أو غادرت، فإن شيئا لن يحدث لتبديل الواقع المعيشي في العراق. فإيران هي قوة الاحتلال الحقيقية الوحيدة المهيمنة على مفاصل الحياة المدنية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، ولا خلاص للشعب العراقي من أسرها في المدى المنظور بقواه الذاتية وحدها. إيران بهيمنتها الكاملة على وزارة الداخلية والقوى الأمنية لابد أن تكون وحدها القادرة على تقرير نتائج الانتخابات المقبلة، مهما بذلت القوى الوطنية التحررية من جهود. ومعنى هذا أن وكلاءها العراقيين، والكثير منهم يحملون الجنسيات الإيرانية أيضاً، باقون على رأس الوليمة، بل سيتسلمون مقاعد الأغلبية في البرلمان المقبل، وسيكون الاحتلال الأجنبي الإيراني وجوداً شرعياً بمباركة الممثلين المفترضين لإرادة الشعب العراقي. ويتفق العراقيون والعرب والأجانب على أن سبيل الخلاص الأوحد الباقي لتحرير العراق وسوريا لن يتحقق إلا بواحد من احتمالين: إما أن يستبدل النظام الإيراني طبيعته العدوانية، وإما أن يتحقق حلم الجماهير الإيرانية الديمقراطية وتهب الانتفاضة الشعبية القادمة لتطيح بالنظام. ويضيف الكاتب: إيران ذاتها على ألسنة أغلب قادتها العسكريين والمعممين تباهت مراراً وتكراراً بذلك التدخل. ومؤخراً أعلن العميد حسين سلامي نائب قائد حرس الثورة صراحةً أن إيران تخطط لاستخدام الجيش العراقي في الدفاع عن أراضيها في صد أي هجوم أمريكي عليها، مؤكداً أننا نعتبر الجيش السوري والعراقي العمق الاستراتيجي لنا. النفوذ والدور الإيراني في العراق لم يعد من القضايا والمسائل التي يوجد اختلاف عليها، بل إنها من القضايا التي يوجد اتفاق كامل بشأنها، سواء من جانب نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن لف لفها، أو من جانب المعارضين والمتصدين للدور الإيراني. وأن صدور تصريحات إيرانية تؤكد أن العراق يمثل عمقا استراتيجيا للنظام، وأن الجيش العراقي والسوري أيضاً هما دعامتان من أجل الدفاع عن النظام الإيراني، جسدت قوة وفاعلية الدور الإيراني في العراق بحسب الكاتب محمد حسين في موقع كتابات. عندما يرد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على سؤال لقناة CNN الأمريكية بشأن الدور الإيراني قائلاً إن نسبة هذا التدخل تساوي صفراً ولا وجود لأي تدخل إيراني في صراعة القرارات العراقية، فعليه أن يعلم بأن كلامه لا يختلف إطلاقاً عن كلام الأنظمة الدكتاتورية التي تزعم بأن الشعب يؤيد النظام بصورة مطلقة. ذلك أن النظام الإيراني ومن خلال أعلى سلطة فيه والمتمثلة بالمرشد الأعلى للنظام وباقي القادة والمسؤولين يتفخرون دوماً بدورهم ونفوذهم وتأثيرهم في العراق. ويكفي إلى أن نشير إلى دور سيء الصيت قاسم سليماني في العراق وتنقله بحرية هنا وهناك بهدف ترتيب الأمور بما يتفق ويتلائم مع المصالح الإيرانية. هذا التصريح الغريب والفريد من نوعه والذي يعتبر صادما من نواحي مختلفة يأتي في وقت تدل فيه كافة المعطيات على أن السبب الأكبر لتردي الأوضاع في العراق واتجاهها من سيء إلى أسوأ هو النفوذ الإيراني الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة. ويضيف الكاتب: ليس هناك من شيء أسوأ من النفوذ الإيراني في العراق، حيث سبق ووصفته زعيمة المعارضة الإيرانية بأن نفوذ نظام الملالي في العراق أخطر 100 مرة من القنبلة الذرية، خصوصا من حيث تأثيراتها السلبية على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة. لم تهدأ محافظة كركوك العراقية منذ أشهر مضت حتى امتدت فوضى الصراعات والعنف إلى محافظة ديالى، تحديدا في بلدة خانقين، فيما حذرت جهات سياسية من موجة عنف خطيرة تهدد هذه البلدة، مطالبة الحكومة بالسيطرة على الوضع فيها.
وهاجمت مجموعة مسلحة لم تحدد هويتها بعد عددا من الشبان الكرد في بلدة بختياري التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى، وقتلت 7 منهم وأصابت 3 آخرين. تقرير للعربي الجديد يرصد الأحداث في خانقين وفي كركوك. بلدة خانقين من البلدات ذات الغالبية الكردية، تابعة لمحافظة ديالى، وهي مجاورة لكركوك، وتشهد صراعا سياسيا منذ دخول القوات العراقية وميليشيا الحشد الشعبي إليها واستبعاد البيشمركة على إثر استفتاء كردستان. من جهته قال حزب الطالباني إنه يدين هذه الفعلة الجبانة بكافة الطرق والوسائل، وسوف نستمر بمحاولاتنا وبكل ما نمتلك من إمكانات للحفاظ على التعايش السلمي بين الأديان والقوميات في المدينة، كما سنحافظ على أمن المنطقة والاستقرار فيها. كما ودعا إلى وضع خطوات جدية من قبل الحكومة العراقية للتقدم نحو معالجة المشاكل العالقة، محذرا بالقول بأن المنطقة تغلي على نار هادئة، ويوما بعد آخر ستشتعل هذه النيران، وإذا لم نقم بإيجاد حلول مناسبة فلا شك أن البلاد كلها ستحترق. ويؤكد مسؤولون كرد أن هذه الأحداث هي نتيجة حتمية لما جرى من فوضى الصراع السياسي التي أعقبت دخول القوات العراقية والحشد الشعبي إلى البلدة. يشار إلى أن المناطق التي سيطرت عليها القوات العراقية وميليشيا الحشد الشعبي في أعقاب استفتاء كردستان الذي أجري نهاية سبتمبر أيلول الماضي لم تشهد منذ ذلك الحين استقرارا أمنيا ولا سياسيا، إذ إن الخلافات محتدمة على إدارتها، بينما أعمال العنف مستمرة بشكل يومي بحسب الصحيفة. جميل ومهم أن تتحول قضية الناشط المدني في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي باسم خزع الخشان إلى قضية رأي عام. عدم حصول هذا سيعني وجوب قراءة سورة الفاتحة على المجتمع المدني والرأي العام الذي سيتبدى خانعا ومستسلما لطاعون الفساد، ومن دون تنزيه القضاء تماما مما تعاني من سلطات الدولة الأخرى من عدم الإنصاف وحتى من الفساد الإداري والمالي وضعف الاستقلالية. فإن القضايا من نوع قضية خشان يتحمل المسؤولية العظمى عنها الحكومة ومجلس النواب أكثر من السلطة القضائية، بحسب الكاتب عدنان حسين ضمن مقال له في صحيفة المدى العراقية. السيد خشان انتقد هيئة النزاهة، وقال طالما انتقدناها وردت على الانتقادات بما يقنع أحيانا وبما لا يقنع في أحيان أخرى، وفي كل الأحوال لم نشعر بحساسية مفرطة منها حيال الانتقادات إلى درجة أن ترى في الطبخ على نار هادئة قذفا وتشهيرا. لا عجب إن كانت الأمور قد انقلبت بين ليلة وضحاها، فنحن في بلد لم تعد الحاسبات الإلكترونية قادرة على عد عجائبه وغرائبه. الحكم في السجن في قضية رأي حكم جائر للغاية حتى لو كانت مدة السجن أسبوعا واحدا، وعلى أي حال فإن مسؤولية الحكم الجائر على خشان وأمثاله من أحكام الرأي هي في رقبة الحكومة ومجلس النواب، لأنهما مقصران تقصيرا فادحا في واجباتهما ومسؤولياتهما الدستورية. هذه الواجبات والمسؤوليات اقتضت منذ سنوات إعادة النظر في قوانين نظام صدام وفي مقدمتها قانون العقوبات. ويضيف الكاتب الحركة الاحتجاجية المتواصلة ضد الحكم الجائر في حق الناشط المدني باسم خزع الخشان من أجل مكافحة الفساد الإداري والمالي يتعين أن يتسع نطاقها ويرتفع مستوى أهدافها وشعاراتها. زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى بيروت الخميس المقبل تحمل رسائل دقيقة إلى الداخل اللبناني، بتأكيدها عموما دعم إدارة دونالد ترامب لثوابت السياسة الأمريكية في لبنان منذ عام 2006، وفي الوقت نفسه تتقاطع مع أجواء حساسة وسلبية للعلاقة الأمريكية اللبنانية في واشنطن، بحسب الكاتبة جويس كرم في مقال لها في صحيفة الحياة اللندنية.
هنا حديث متزايد أمريكيا عن استياء الكونغرس من نفوذ حزب الله في الحكومة، وأيضا عسكريا على الحدود السورية. هناك أيضا انزعاج من عدم تقديم الحرير رؤية حقيقية على المدى الطويل للضغط على حزب الله. هذه الأمور سمعها مستشار الحريري ومدير فريقه نادر الحريري خلال زيارته الشهر الفائت إلى واشنطن. كما قالت مصادر دبلوماسية للحياة، هذا التذمر يجب فهمه كتحذير جدي لبيروت بأن لا شيء مضمون أمريكيا في حال قرر الكونغرس قطع المساعدات أو المضي بمزيد من العقوبات. وفي حين أن زيارة تيلرسون ولقاءاته بأركان الدولة اللبنانية تنطوي على تكريس أهمية العلاقة وانفتاح جميع الأطراف اللبنانيين باستثناء حزب الله، فمن الخطأ أن يفهم منها أي دعم غير مشروط للبنان. فتيلرسون هو من أضعف الوزراء الذين تولوا الخارجية في التاريخ الأمريكي الحديث، وترامب لم يصغ له لا في قضية القدس ولا في الاتفاق النووي الإيراني ولا في اجتزاء المساعدات للأونروا. وتضيف الكاتبة إنه في وقت تزيد واشنطن من شكل وحدة تدخلها العسكري في سوريا بعد مواجهات دير الزور واستهدافها لثلاث ساعات مقاتلين تابعين للنظام السوري أو مؤيدين له، فهي تريد أن تضمن بقاء لبنان بمؤسساته الرسمية على الحياد في ذلك، وأيضا في أي ضربات توجهها إسرائيل ضد حزب الله في الحلبة السورية. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. جلبت الطفلة المصرية مروة بائعة المناديل اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوزها بسباق خيري حافية القدمين، رغم أنها لم تكن مدعوة إليه، بعدما شاهدت بائعة المناديل تجمع الأطفال بعد صلاة الجمعة استعدادا للمشاركة في ماراثون مؤسسة مجدي يعقوب الخيرية للقلب، أسرعت نحوهم وطلبت المشاركة. الطفلة المصرية التي لا تملك رسوم الاشتراك ولا الزي الرياضي سمح لها المنظمون بالمشاركة، لكنها فاجأت الجميع بحصولها على المركز الأول والفوز بالميدالية الذهبية. وكشف والد مروة أن الاتصالات لم تتوقف من أجل الموافقة على إجراء الحوارات مع مروة، حتى أنهم تلقوا اتصالا من مكتب محافظ أسوان لأنه يريد مقابلة ابنته وتكريمها للفوز. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
إلى اللقاء.